بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل ببقل يلا بيطبناد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. وباب هي إلهي سبحانه وتعالى إنه أقبل الصدقة كسب حلاشة الله كيني حق النور ربي كردنا يو وبربارنا يكبعني. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد نبي سعيد المقبري كيسان بابو سعيد قال هذا مقعيسى عن سعيد ابن يسار الهلالي أبو الحباب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد أحد ما صدق يستوب بصدقة صدقية خير ومن طيب أي من كسب طيب كتميد مال حلالة يعني صدقة حلالة. ولا يقبل الله إلهي ما أقبله من أيه إلا الطيبة وحوان أكسن مويه وحان وان أكسن إلهي ما أقبله وحوان أكسن بسن بإلهي أقبله بأليه. ما تصدق أحد بصدقة من طيب إلا أخذها الرحمن. هذو قف مسلم ولبح صدقة حلالة الله الرحمن أقبته قادة صدقة بيميني قاعد سمدك بكو قادة. وإن كانت تمرة حبة تمر الله كرده فتربو ويكر ليس حبة التمر تأهيد في كف الرحمن اللوين قعنت سام صعب كيسا حتى تكون إلى أن قط حبة التمر تأهيد اللبح ما الحالات ككنتي أعظم متكون من الجبل بورت متكون كما يربي إلهي سديب أكو عنيا أم أكر لنيا أم أزيادنيا حبة التمر تأهيد صدق قيستي أم الشلن كي اللبح ذي كما يربي أحدكم الكنس وبرباريا وكبعيه فلوه درمان كيس فرس كسير بالغ وده فلوه نوع الآخرية يعني آد باللودنا يا فرس مرك يري آد باللود قاليا ولا كبعيا ولا ربا يدي وحبا باللسيا عنها لغرون ضيع على فكبا أو فسيله أما نيركتيسي أما قالين تيرد يعني نيرك تيرت نجيلة أي فرس كير كي فرضوه دالين سيد الله والله بدن لبدي نافع عرب أقولش على دو عرب حولك دغدام فرس يقيل بيقولش على عين قيل أنا دم كويري هاي بأمونة كلية فرضوه نمر كيري هم بيجونا ودم كليين الرواية البخاري أيضو حكوت ولا يسعد إلى الله إلا طيب رواية البخاري ولا يسعد إلى الله ألا وين حق يسمى هذا مكره إليه يرفع العمل الصالح إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح سماهن ولا يسعد إلى الله إلا الطيب. رواية البخاري كتمت مرق حديث كنا وحلور يا مسلم حلور ذا قال رواية هذا إن صوم الرجل مالك في الموطأ أبو داود عفوا النسائي ابن ماجه إيو الترمذي بقى بنفس السند بين كوريين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي أبيها بصالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد أحد من لمبحه بتمرة حبة تمرة وهو كوين اسكب الداي ومن كسب طيب من كسب حلال كسو تشيدة شقاء يوم مال حلالة إلا هذا وقف كمسلمك وحلبحه حلالة أخذها الله إلهي باقادة شيء يتمرتي بيميني قاعد سميدك بربك قادة فيربيها إلهي باكورين إياه أما كبعين إياه كما يربي أحدكم متكين سوء أكور إياه أما أكبعيه فلوه درمان كي سفارس كي سير فلوه نوال آخرية أو قلوسه أما قالين تي سجيلة فصيل كوحي قربعي قالين بواء قربعي نرق بوالي هذا لكن هذا دي قلوس لي ونرقهم أكدعا أما قال ما يرقوا كدعا هيا أورت اللهم إجراد أما قالين كلمي إذا قالوا سلمي ذات أو قالوا سام قالين تسير أيدي جيل أهيد حتى تكون إلى النقطة مثل الجبل بور أو كلا النقطة أو أعظم وحكوين بأي النقطة حديث كي ترمذي أسوق طريق سو حكوي من طريق الترمذي حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد رواية الترمذي أيضا حكوت مد أفجلس الله بحضي وحمر أفكل لجلي أوض بحسي إلى درتو بحسو حلال يا إلهي كو كرنا يا كو كبعنا يا كو بربا إلى أي لأكاتو حق ميزانك يا عليسك بورتو أحدو كلي رواية كلو حديثك كتمت حتى تبلغ التمرة مثل أحد إلهي حبته تمرتو أحدو كلا إن نقط.
وحدثني مركين لما إنه روايات كمتابعات كأنه حديث كتعليقين إنه حقو خلد يرو نو كجلا مسألة سفدة. وحدثنا أمية بن بسطام العيشي البصري حدثنا يزيد يعني ابن زريع البصري العيشي وأنا من لمن أسكو قيس أسكو بلدنا. حدثنا روح بن القاسم التميمي حاء وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي حدثنا خالد بن مخلط البجلي حدثني سليمان يعني ابن بلال التيمي كلاهما لبض وضبا كلاهما والروح بن القاسم سليمان بلال التيمي كلاهما وذجرك وحدك وحكا قضاني عن سهيل بن صالح بهذا الإسناد سند كذا مريسين سهيل عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث روح من القاسم وحاكجرة من الكسب الطيب لا يتصدق أحد بتمرة من الكسب الطيب سداس أيه أسوه وليي روح من القاسم حديث كيسة فيضعها في حقها دنا إني صدقاتها صدق حلال ومال حلال لكن هو شرطي ماشى تكب حنا مال شرعي وأقليها وإني تهي من الكسب الطيب وكسب حلال يشق حلال يمهرت حلال يديد حلال وكاني فيضعها وكبح شو في حقها ماشي بنيد إيه إن لو بحي أي بنانيد وفي حديث سليمان بن بلال تيم أسوح كويمت لا يقع اسم تابعين يي وحمر كورد حي ألفاظ وين شيخ تلمام فيضعها في موضعها فيضعها في حقها بولادك روح من القاسم ولادك أنه حكوري فيضعها في موضعها ومر كورد يقول ماشي أي لهيد شرعا أي مضنيد. وحدثني أبو الطاهر أحمد عمرو المصري أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أخبرني هشام بن سعد المدني عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم عن أبي صالح سمان أبو صالح السمان ذكوان إذا نحور ربايض يمكن سهيلها إلا متابعي وذات كزيد بن أسلم متابعين إياه إذا أسلم متابعين إياه نك اللي إذا أبو صالح أنا وحسون متابعي سعيد ابن يسار هلال عن أبي هريرة أصلا من المتابعين والذي دبت شوقي يعني وحديث نبي محمد كسوغان او اصحابه يتابعون تودورن هيان با لغا وداو انا ابي صالح عن انا ابي رضي الله تعالى عنه عين نبي نبي كوورن هيا نحو حديث يعقوب حديث يعقوب هوري انا هذا انه مريني عن سهيل قتيبة بن سعيد عن يعقوب عن سهيل بن صالح انه مريسي حديث كاسو كلو وري او لفظي سووري حديثكم معنيه سمرك وعادي هاي القران كاتلمامي صدرت بجماعه من اهل العلم وحيد هذا احاديثنا محمد بدن كيدو وحي فسرتها وشرحتها وفهيساو معاني قران كلو تلمامي قضايا دي مبادئ قران كو قادا دغاي اما سغود او شيغاي اما اشارات يا فرفيق قران كو كسميهي ايو احاديث بدن كيد اي ففهيسا حديثكم مركه معاني قران كو شيغاي بو دبا تاغان يحي يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويربي الصدقات إلهي ربا وابا باشا صدقات كان وكرديا وكبعيا وزيادية مركة فتربو فتزيدوا القرآن كان وكتمت اهتزت وربت اهتزت وربت وزادت مركة إلهي وحي أضب حدي هيرا هبطنا انتو دون هلأكال أضو حلالي هاي ماشي مناسب كأن أتقب بحيسان شريعة وقالي سيداسو ربك وكردنا ياؤنا كبعنا يا إلهي سبحانه وتعالى هدواء جواد كريمة وقعهم ويموي انت محك وحانو متعليقين ان كليه قيبتا لبض السفيه ماشي كنت مد يمين الرحمن ايوه كفر الرحمن ايوه ده ده شاعر ده كتابك الشرحي اسكون رفاضي ونفتك قبح بناء ايوه جريا على قاعدتهم البدعيه ان يكسعون ايان اولها هي يمين تي كفك اولها ايان وتحريفين ايان نعمه ايوه قدره ايوه احسان ايوه قبول ايوه وحبا يكون فسرها ايان او شانها او صح ماءها وخلط لقسو حكتي جهم الصفوان يو حرتيسي ولذلك من وعامض إلا تلمام ترمذي حديث كان مكو وريني إلهي أمرك أيو شرحه وحوي طريقة أهل السنة وجماعة وحوي صفات كان حديث كان لغوش يا إن سيدو ذا الله مره أون لا تحريفين أون لا تشبيهين أون لا تأويلين كيفية الله إسكي إلا لي معناها الله سوغو وطريقة أهل السنة والجماعة مركز هو التلدلي صحابة إيا تابعين إيا أطباع تابعين إيا وإيا تابعين عبد الله مركز مدي هاي مركز هو أما الجهمية فقال ورك النووي قاضي عياض إيا أي شيخ أنا أبو عبد الله المازري أي معلم كل شيخ هاي نفتي سترمي سوق قرين الجهمية إيش ذا إلى هذه كفيرية تضرب تان لحبق والحذر يكو في جامعة أبو عيسى الترمذي كتاب اسمه محمد عيسى من الصورة إذن ومشكلة ومركة إن بدع ذا سيا أي مواوين علماء أي تعلي هنا أي أمن كانوا الدين كدك تانو دبتها قلنا ذا وركا سهدو حتى ومساغي لها ومكا قواعد علمي الله فيري وسورق لها وحبو نقول لها ووحن سعانا إن
شرعا وعقلا ونقلا عن سعون ان محي الى نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام ربي كما تلمامين امتنا وما برين كما برين وحان الهي وعنا من لايقنا وهي يعني النبي محمد مركا ليدهي الا اخذها الرحمن بيمينه ومعنى لغا بون يحي باد وقرنيس سوبنا فتربو في كف الرحمن وحال لي هاي السنة ترى ما هي محيلة تشبيه تجسيم بالغرب لنصنيا نبي محمد وهدي رسول كريم بأن قتدي سنة والله حبونا بأكو إدمارا لكن واد كأف جباد سنة أم واد كعب سنة أم واد كل حنيس حق غير واسدة معناها سيهدو يهم معنى أن إله يكون أنا عنمين أما أن مناسب أهين أما أن أقل من مسلمين تقاركونا يكف السهادة هيان رسولك الله صدر أمة دينك هو عبد أيو طريقة ممرين ممرين منا أقمرين وحكيروا أنت كفك بإلهي ديدها كل حن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني معين معاني ذا إيهام كيتوهم كي منكروا شرع الله وكفقاتا هذه معناها المركة أيدتك قاركي مسلمين تقاركي كو خلدمها يا أما أيدعي كرتينو معنا خلدن حمبارسان يهي نبقى أمدة وقفقا مبنان لها حي وحوها أعلم القل أعرف الله أعرف الناس بالله يوها أفصحهم نواها وأبينهم للحق وحكروها أنصحهم وأرحمهم بوها مركة حسن القصد حسن البيان هي المعرفة التامة بإله باسي مركة خلط وهو شأن لقول الله يحضر مدك لي أصلك وحاوي ننك أولي يمين الرحمن هي كفر الرحمن أولي وحالينا هاي كفر الرحمن يمين الرحمن واصفة تاني الذاتية تاني إله سبحانه وتعالى أصغا ونبي أصغا قرآن كنا وقادا لغي مرك يمين تلقاها الله وانا صفاء اعنى انت الله سبحانه وتعالى محالة تلمانتو اي احد كالله تلمام ايو وايسكم مناسب وايسرع سنية اذيك ابن آدم نكا تاي صفاتاتو اذيك قباب تاي الهي صفاتي سناسك اي قباب تاي سبحانه وتعالى وحسكو خلطما ينا معها وحلسكو الله بكرنا معها مرك الاصل وان يدا يمين تا اي كفك اللو حنبارو على حقيقتي مجازا اللهم بان لو ما بها مركا ايضا وبالتالي اصلكم مركا هو محي الاصل هو الحقيقه للمجاز الاصل هو محي والحمل على الظاهر للمعنى المرجوع اصلك حوي معناها سو دقدق يا نينك عارف باللغه اسو دقدق لو خن بارا اصلها نينك دونيه انو مركا ليخيو ومعانيه وكليخيو دور ارمود با لغا ربا نقي مركا قال 10 بو غارسيا لكن افر بو انو كشيغينا اما شن وحا لغا ربا اناد كنت الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع إناد كينتو أرانيا إلهي سبحانه وتعالى لغمة المام كرو يمين لو مصو كرو يد لو مصو كرو ما هيسد وإن دليل له صارف عن الحقيقة ينفي الحقيقة ويوجب المجاز دليل كان مكيني كرتي دليل كوينو نغضى من كتاب أو سنة أو إجماع يدليل شرعية معتبرة مكيني كرتي معايا ننك الشيء السوقية السوق حوها يستا أصلي ظاهر بهاي ننك إلهي يمين والسوقية وعليه هاي لفظك هذا سؤال رو وإن لو حنبار حقيقة ديس ظاهر كنا واسدا معه الأصل والظاهر الأصل والحقيقة للمجاز ظاهر كنا ومحاي وإن معناها متبادر كالو حنبار الفاظ شرعية إلا بالدليل دليل كوالا قدل بياء والدليل وإن لي ما دديد يا إن صفات كان لو حنباره أصل كود اللي وحن باري حقيقة دليل وحكى ولا جرب إنه لي ما ده دليل تصي معناها وشيء يمين إله إله باكو قاضها هي بقدرته بنعمته قبول أخذها الرحمن أي وحلاج وضع سيدا احتمال كا أتشيكتي معناها أتشيكتان ربا بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره المحرف معناها أتشيكتي وإن العديس اللفظ كان إنه يلي كرو ولفظه حنباري كرو نوح ونوع عديها إلا أخذها الرحمن اللي رحمن مقعيس الرحمن أبا الله شيغي أي حنبار سنة ذات دي سكونة تسعي كدي من صفة اليمين باقوين الله شيغي أخذها الرحمن بيمينه بالليل مرك أضوه وإن أدكنته بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره المحرف بالقرب الدليل من ملهيس وإنه لغة أعديه إن يمينته معها الله كرو أو عرفا وأنا العديس دليل كيبان كارمنا مدة صدح هذا لقاعد دوني وحوي هنا هذانا آت تلاو مركات مر آت تلاو مركات قارقود وأنا قاعد قطب كان قطب كوم مهم سوون
أهل التحريف والتأويل أوردن يكون فسهذا مركات هذا من حيث اللغو حان هيلي كرا لفظ اليمين أو الكف أو معنها الوحن باري حالنا كبسوتك من حيث الجملة هذا كوصل لأنه لفظ اليمين أو الكف إنه معاني ذا نغنكر احتمالا ولو بعيدا وحان كاربنا دليل خاص أو تصية معنها إنه هنا واردي هاي لأنه وحاجرة شيء سجود معاني دورة النقضة لكن مركو سياق خاص كوي مادو لا يحتمل إلا معنى واحدة مركو سياق خاص كوي مادو هل معنى أمبو نقنية لأنه سياق وحضيني السياق حال يبين المجملات ويعين المحتملات ويخصص العموم ويقيد المطلقات سياق وحبان بقبته وقاعدة كلية مركو حالقا ربا احتمال ذلك المعنى في هذا السياق في حد ذاته بلغات دونية إن لا إماتة لما نأمن كرتي لأن ما يحتمله اللفظ في سياق قد لا يحتمله في سياق آخر لفظه معنى قادة كرة في سياق وحلقة من الملكة الوديدي مركب وانا مزل آدي آد الله وخل دمه قضب كأفراد اللي قرب وإنه قرين عدي قرين وإن لي ماد قرين وإن لي ماد وتصيص هنا مجاز بلوتي داي لومتي دو حقيقة دي تصال قاوان مركب ضد كنايات كمرة إساني بابك استعاراتك وحليدين رأيت أسدا رأيت أسدا بليدي لبحبان أركي يننجيسي أن أركبه ونقوم كرتا من حيث الجملة حق اللغة ننجيسي أه وسيدي لبحة وجيسي أن أركيه ينن عادي أبا والغة وذكرا لكن مركات رأيت أسدا يصلي محل لازم نقوني لبحة تكني أن أركي مكات نقول بحفامها يا ننبلكرد عادي وجيسي أه وتكني أن أركي نتكوض محاكيني قرينة وين هذا قرينة التي ما دان حديث كقولي ساتك كنت دي ديسة يمين تقول وحن بارا أصل كي صفتها سيدا يصلي أيو دي دي أسد كي إن لقوضو لباحي معيدة وينا ولو تشدوني كي جيسي يعني تاسنا وعلى قربة ويش كأفراد إشان هاد أسنا مهم كوحاوي نطاقوبر مهم كوحاوي وجه أفراد مهم كوحوي مضطرد استعماله على وتيرة واحدة لا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا التقييد وقاعدة كلية شيء في الكتاب وفي السنة ميلو كوي مادة هل قاب كوي مادة لما أولي كرو لما خصيصي كرو لما قيد كرو وعام محفوظة وظاهر محفوظة ومطلق محفوظة لفظ اليمين كصفة مركو صار في كتاب الله وفي سنة رسوله كذلك الكف هل كقاب كوي مادة في كلام الصحابة سداس كوي مادة في كلام التابعين سداس كوي مادة أهل البدع بأقوه الرياه وشافر الجليي إذن استعمال كسبة على وتر واحدة مع تكرر الاستعمال والقاعدة في الأسواة مع أن التكرار يجعل لفظة صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدة حتى الشافعي ذاك هو شيء كتبته هذا شيء هدي لسوع العلي تكرار كافر بدن ملك الدون قاب كردن أقوي ما تسوى فعل أسوى صفاء أسوى اسم فاعل كو إيماني هل معنى اللي يقول شيء ذو وحكاده يا لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا قضية دمرك وين هذه هذا الأسكري إلالي صدرت يد قرينك لا مشت اللحات يمين يد يا كفر الرحمن ما كان الله شيخه وحين تبضان راعة معاني قرائن واجبين يس حقيقة كالطي والقبض والبسط والإمساك يد مرك الله قوض قدري النعمي اللي قد شيخه هو الله من راعيه قرين الله سعوته أخذي بسطي قبضي طي يا إمساك يوحي له المال الراعي وأنا قرائن دي ديسة مجاز كباب بين إيسا حق النواجبين إيسا حقيقة هو شوين هذا يادي أفانتا تصالق قام بني سينية متى الروح مكابالك قول يا هاي وحضيه حضيه كرتا له علي يده قفك حيولة يا هاي قعان وأنا سيافة بينات كوضو أبال بيقول يا هاي وكي يلي أبو بكر مركو ننك ريثقيف
عفوا نك رزق أبو بكر كيدي لولا يد علي لولا يد لولا يد لك علي لم أجزك عنها وكو جواب لها نك كورن جري لا توحى قصمه ثم قرن إنسان إذا وحي إلى جعانا يد يد تم حكودي أبال بكودي أنا تحت يدي كاتري محلقة ودا مامل كلام كل سجرة يدا يمين تقابك الله شجع مكؤولي كرتا قوله تعالى وما كنت تطلب من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون يمين تنمليه كرتا وحلقة ودا قدري يا مكفز محد دي تخطه بديدي سقارين لفظنا خطي ديدي ولا تخطه بيمينك خطي وحديدي إن الكفة سرته قدري النعمية هو لك اليوم مجاز وحواجبنا يا قعنت من النبي الله وحماده كقر ولقى فر ماذا نقول تي كتابة يا خطك عادقها لأنه خطي كينية صادرت المرك يمين الرحمن يكفك للرعية طي يقبض يبسط يوحي الله الملوح لازمنا يا حقيقته لازم وحن الديدة إلا أول وحيلا من نقن يسوى ولا تخطه بيمينك أي نقن ميسو لك يد علي لم أجدك عنها وقال نقن ميسو قواعد اسمرك وإن لقبرار وقال اسك إلى لي صدرت نول بنصوص تخلافة أما أولى أما كعيارة وحك البو أقنك استولي مهلا وحك مخاتك إنجي كسار وي إنجي كسار ثم تقنا ولا إنجي كسار نصوص تمويني إنه لا لغة ولا عرف ولا شرع قيه لها السجن ولقى السجن ولقى أدو شغول بس إذا انتظرك تون لقول وش شيء غرائب لقوك أنا مودين تدق برشوده وحنا رنتاي ما دع يسوع إن النبي محمد وح شرحه إن هو عن قرم مرة كده من أنا هو عن سحنا قد يدا قد دع يسمع لكن هذا إسكت على دعنا دو خلدن إن سحنا تاي مهما دو حوي وحي له درت أضرب بحذانه وأنا أحسن هبا يراده إلهي واقع وين الدقسة وح بضم بنا إني كده هيا مركا خير كان لوجود ذالو وأنا جنا يا هلا قورو وحدثنا أبو كريب شاهد من ربا مركا إنه وكان إمامك حديث كي أبو هريرة شاهد وكان يا من طريق آخر وحدثنا أبو كريب محمد علاء قال حدثنا أبو أسامة لأنه لا بد أحد منك كلا دويهين وشاهد لا سوء لا بد أحد يذكر لفظيهين أسوق هل سحب أورنا يو مخاطب يسون قرية هل حديث لقصق ولا بد أحد بلقصق قاضي حدثنا أبو أسامة حماد حدثنا فضيل بن مرزوق الرقاشي حدثني عدي بن ثابت الأنصاري عن أبي حازم سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس دضوا إن الله طيب إلهي ووناكسن إلهي وبقر وناكسن مالك وناكسن لا يقبل من أقبل إلا طيبا وحا وناكسري وحا وناكسن إلهي ميلو وحا وحايا إلى أحد كحن بايلو وأقبلوا وناجية وإن الله أمر المؤمنين إلهي وحوفري مؤمنين توحوفري مسلمين تا بما أمر به المرسلين إلهي مؤمنين توحوفري وكواجب يلا أما أدري وحوفري أنبياء الرسل فقال رب وحوين في المرسلين يا أيها الرسل رسلي كلوا عنا من الطيبات شيء حلاش حقي سوح كعنا واعملوا صالحا عملوا أنا سنة الله ماذا إني بما تعملون عليم وحط ميزان وقلبتنا هاي سداسة لخصوص الوجود وقاعدة كلية من أبينا آدم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحال فري وقاعدة إسلامية كلية مطلقة إن شيء واناكسن حلاشة شيء بنان إلهي وسحرمين لا وقد أن طلع الفضو شرائع وإسخلاف كان بحسب العصار والأزمان ووحي نوب بنان يقول يهر لقى حرمي وحي يقول بنان وان لقى حرمي كراه كل بمرك التحريم كي التحليل كش بحسب الشرائع وهي لكن من حيث الجملة وحاوي نبي والبحال فريي وحلالا إنه قوتو في بناء على شرعته ومنهاجه وقال تعالى وحو مسلمين تلاهي كي لمكو لها الله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم مؤمنين يوحدكم وحال عنتان سيدوا أنبيد الرسول شوكال وحاد أقدامتان وقضتان وحيان إذن سينا كيس حلاشة كيس حلاشة ثم ذكر وحو النبي الشيخي الرجل ننبو كشك يطيل السفر سعلال كديرين وصفر حلالة صفر تجارة صفر العمرة صفر الحج صفر جهاد وكلمة تلن ماها صفر اسك بلاش
ثم ذكر الرجل نبغي يكشك يطيل السفر السعلال كدير سفر كدير أشعث بصاصا أغبر بوريسا يعني بصاص بك أشعث وقفك تميس كلا تكتاقين إن داشنين إن شان ليسنين أنفرنين تميس كلا قيم بصاص نمضي كم مقضو أغبر هباس لأو بوريسي يعني مركز هذه المدة سفر إلى كجرته سيجد يهباس كي واقوقو بي شركة واقو دل دلاعة هيا بي في عن هيل ميسي تليد وحد دفن هيل ميسي أضرب المركز وحوي جن كادي أو جدادي أبيس اللي جمود هيا يمد تاج يدي قعمي زي لسه ما عرك وتاج يوم حول يا ربي يا ربي بوليه ومطعمه أي وطعامه مطعمكم هنا طعام كله جودة حرام وحقودنا يو حرام ومشربه أي شرابه وحعبينا وحران وملبسه أي لباسه وحنا وحران أو قبه وغذي وحال والجسو كريه والوع أنت رضع عليه مي حرام بالجسو برباري بالحرام فأنا يستجاب لذلك منك أسقى لذلك الرجل منك أسقى سوى لغة عجيب سوى يعني واستبعاد ويفكتها وي منك حران تقودني حران تعبية إيه حرانت اللبسان يكو حرقوني حق أن نقام بأيوه طينه وحن حرانت وصوعوني أما القسو كوري فأنا أي كيف يستجاب لذلك ننكاس لذلك الرجل ننكاس اللو حلوغا عجيب ودعو اللغا أقبلي قضية مركوة قضية بنان كتالي إذن فأنا يستجاب واستبعاد استحالة ما استحالة ما فرق بين الاستحالة والاستبعاد شيء إلا فقويه هو أذاك تاي اللي داد يلي ما بدعي كرتوي كل دوانته حلقة بإلهي من فضله ورحمته أضو حارانتا عني لظرف ما إنه ربك أقبله دعاء والغيب يا كالمضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه مركب فرق بين الاستحالة والاستبعاد شيء وافقي هاي وأذكت هاي هذا يصدق هاي مسلميني مركب إلهي بري إنسان الدعاء إنسان إنسان لا إماذا أسبابت إله دعاء ذنك أقبل إلها حاران تكفق هذا حلاش وقوتا حقا دركين وحد عبيسان وحد عنيسان إذن مركز دعاء ذنك صعون يساو هذا المرحب بلن سميسو وناك بكسر لتماد هل كان أتكو أفيس انت هاي دعاء ذنك صعون نمبي أبضانت وانا حيابه وحبضان لسكي أقبل إلها إياه حبضان أنا وانا لسكر شقيسان سوقا سلقلي قريها رولكم بلقلي والأردي رورتي بالله كله فيت كبار الصور دعي نكون ينشين هلا بأمهم أه وحبذا إنه حارانا كفر سن مايو شباتك كديران مايو حتى وحي يعلى غير هذا كتشوك سن مايو وحلبوا شيرة يا وادر دراي بل حاران تبى أنتي لا بل شيره يا ولي بل لسلق مية هاي وهذه الغوار كينا الخلدنت هو مشكلة هو أو شهادة سكيل عليه تنبيه وذاك الشارحة وذاك إثيوبيان كمركو حديث كمرة وحوري مسلم بقى لا تفر الحديث كان كتب تسيط لنا كل جيبه كوري حد أحد لوري مجروري وأنا خطأ أول شو ترمي ذا حديث كوري وأنا أذكر تلماني لا بكون سجال بقول سديتني سجال بات كفيرين كرتا لا بكون سجال بقول سديتني سجال أيو كوري ترمي ذا حديثك بهذا السند وبهذا اللفظ بكوري بخاري أصوغ لكن صحيح كمورية رفع اليدين بكورية رفع اليدين بكورية سقاشني كو رقم كاه مركا حديث كوحا لا تفرضي مسلم هي ترمذي واصح لكن كتب السيطور نبوك لا تفرضي خطأ وي أسباب تدعى اللغة أقبالي هولها كتب تلغو تلقى لك أخرية وحي قمهم سنة وإن أطهي قف مسلم موحدة حلاشنا أتقضته وكي صحابة دورة كوي نبي الله إلهي بانبرنا دعانا وإجابتنا ونقعد كاتا محاونا الصمين حديك سعد وكال نبعو مرة طيب دعانا لقاء أقبلها وحاد عوني أدع عالفا كفرس بريد دعانا لقاء أجيب مرة طيبها حلال قوضو أدو سيدك لقلب قلبك وصلاة أدو في عين وصنق أدو في عينين وعبادك الكلية حتى حلال قوضش أد حلاش قوضته دعانا وإن لا أقبله وبدانت دادك وراء عمال يسمي ساسي إذن كقف عنايه dadka hore hore caamada Soomaaliyeed ee rimiga iska ah iyo goofka iska joogay haaraanta aad ba iskaga ilaalin jireen iyo walgayaba birintay quri qaata inay boqol in ka dilan geelana ka dhacaan iyo hadana wax iska ilaalin haya halihi boolada uu soo dhacay inuu caanid cabin ba laga yado ama suuqa geeyo ama gabar ku guursado ama mag iskaga bixiyo ama intu maalin geeyo uu xaraasho isdhaafiyo أما علم يريدي سرؤي أدو كبتلو سجيلي وسكا قري
عاد بس كيلا نجرين يا حق شو حسن حق هذا ما هدروا في عند مياري أقول دري زواني غير ماين المهم وحوي حاران تسكى إلالي هذا تسكى إلالي هو شا يضع ولي بريه عندهم بعد بلوفوا سنية ربادي لقاو صوب حجام على قاب كله على سيم لها وأن بلها تقريبا وحنكو أرجع قولي هندية يا باكستانيين هوتيل خمرة كشقيني سؤالي كوي ديني وذا سومالي لو كوكين وي وضع حلان خمرة مع بلاكم وان كشقي وان أديقو نبى هذكر ويدي أردنيا هل كان يقيمد نيروبي وحي ويدي وذا سومالي أي كانوا ري شريدة وحي ويدي هذا يورب كلاب كفره لقطنته خمرة لقعبه وحول البحر طالوع يا رقمارك ملايين باصات كسو حرميس حنتي داس دا ان جهات كوبخي كور انو قيم مسلمين افغانستان اي فلسطين اي كدغالمي اي ميل بادون كدغالمي انو نشيل انا استعمال عن كجو ما دي شيغا يدي شيغ ما هي اولا بدن باجرا باب الحث على الصدقه ولو بشق تمره أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار وحبابي هاي حارانتا إسكا إلالي آد إسكا إلالي علمي قادنا برطا أقونت دينا ياشا باب الحفي عربنت الإسكو عربي وبابي هاي على الصدقة صدق وحلا بحشو ولو بشق تمرة تمر تشيحد بأ الله كرده وحلا بحني أو كلمة طيبة أما ويل وناكسن وروح الله فروه أما لقى قفر حيو خيره وأنها صدقة يريد أما تشيح تمرتها حجاب تدوي درب من النار نار تكاك دربئة حدثنا عون السلام الكوفي يعني صدقة وحيابها إلهي عردي سي عذاب كسي لقى بدبا صدقة أو قيمة بدن إن صدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتقرن إذا حديثك أها عرض الرب بي صدقة بختيسا وحين كائل لسا إنا ثلع أدمته وتصيح أدمته ونملح قبة حبه وتدفع ميتة السوء geeri gobnimada jirto dadku ku farxayaan hebel si asaas ku dhinta asagoo sujuusan buu naf baxay asagoo jihada ay ka dareertay asagoo nabad ku seexday oo soo kacay oo dardaarmay oo tukaday oo hawli kala tuuray oo hawli kala tuuray ba naftu ka dhaqaaqday waa qayb qir laakiin asagoo mas'uul ku jiray ka dareertay ka warram waa hawl khatara dambi ma aha laakiin he بنادنك وحقو وأكدد هيا لأنه ماشى تالو وحي مناسبة لله هاي معنى هذه رقم كهذه مر بدن والاسم يدل على المسمى نوال إلى هذا هول هذا قوي وتدفع ميتة السوء قاب كحون اللورد بنت يسحون لمشدة أي إلى لسا مركز صدقة هذا الجدد حدثنا زمن معاوية الجعفي أبو خيثمة عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن معقل المزني عن عدي بن حاتم الطائي قال وحور الصحابي قال سمعت النبي يقول نبي الله مغلبا صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ من استطاع منكم قفك أول إذن كذن كم ذا أن يستتر إنه إسكحيشيو من النار نار تحق ذا وحور إسكحيشيو صدقاء ولو بشق تمرة تمر تشيحد بالله كدقي فليفعل هيالو وننكي أود إنه النار تسكحتشيو سكحتشيو وحن كتيرة ودربة وكم مانع تمر تحد بالله كده هاي له نبيكم مدين صلاة يزكى إيو جهاد مدين إيو صدق قيم حمان قرابة حين وحوري صدق وكه الله يا وحول علوس من استطاع منكم أن يستترى إنه سكجا أسطرة ما سكحتشيو من النار ولو بشق تمرة فليفعل هي وحدثنا علي بن حجر بن ياسر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي صمد راهويوي وعلي بن خشم المروزي قال ابن حجر وحيد أسق حدثنا وقال آخران لبض الشيخ كان وحيدا أن أخبرنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيع حدثنا الأعمى سليمان عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي ابن حاتم مركه وحوربا خيثمة يوح متابعين يا هذا وذلك عبد الله بن معقل المزني متابعين يا قال عدي وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد ما هو حديث عصبوي وحديث كور الله مذهين عفوا
ما منكم من أحد إن أحد كان ترسن مجره آدم مجره إلا سيكلمه الله إلهي بأ الله لدونا أحد كستو نولا اللوين الله لدونا ستوسع وذاتك أشعري قد إلهي ما هالله كليه إلهي ما هالله وحديثك وحبك مجره إلهي بأ قفل بأ الله لدونا ستوسع مجري كليه حي إلهي ما لها حرف إيا الصوت ليس بينه أصلي أنت كذا حيث وبين الله ترجمان نوا هذا والق ذم على قرن بنا بدو واسحو ترجمان أفعلي الله يدين كان ترجمة مترو وعدين كلف علني يا مترن أدي رب جابا تصوض الله ليس بينه وبين الله ترجمان معالي هذا وترجمان في عربي صوب صمال محاس أفعلي ما فيضر حقيقة يمركه ربي هرتاقين يقفك آدمها أسيقى ربينا أن لور نحينين أن لوك لترجمينين وأسيقى ربي وضع الله هيان فيضر حقيقة يا أدونك أيمن منه ميل كم دقيس جد إيا وضع كبح ستانا حق كاجر تابو إسلا يايو حقو تشليعية فلا يرى ما أركا إلا ما قدم وحور مرصدي وعمل أهم بأركا يمدك تطوفيري ويضر حقيقة هدنا أش أمام منهم ميل كم دحيسه حق بيدحبوا فيرنا إياه فلا يرى ما أرك إلا ما قدم وحور مرصدي أدونك وحور مرصدي بعد أركي وينظر حق مرك يسوحنا أنت بحب الهريضة وفيري وينظر حقيقة يا بين يدي هرتي سفيرنا إياه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه هرتي سحوك أركا يا ما أرك يوحى النار تكائن أو تلقاء وجه سقماتي إساء الله أما لك كهو العيس نبو حول هذا مرحة سيداتي لنك أبدعو حكم مغضة أما أنك مدي كم مغضة يهرت هذا وحي يا الله كي بنتين لقول رقاشي هرت هذا وحي كم مغضة مرة ذي سدى أتى يسمون فتقوا النار نار ذي هرت الله كعب سدى إسكنا إلالية وإسكي حتيو إسكا قديقا ولو بشق تمرة تمر شيحت بالله كديقه زاد ابن حجر علي بن حجر سوى حكر ليه قال الأعمش أي قال لنا الأعمش أعمش وحن نقول يدمك حتيك نوت بينيه وحدث مر لبعض حنوي نقول وحدثنا عمرو بن مرة الهمداني عن خيثمة وزاد في مثله أي مثل حديث السابق وزاد في وحون كدري أعمش رواية ضمبي أما ابن حجر ولو بكلمة طيبة وير وناكسن بعد كحجسن تبير بذويدي وحد الله بحلال ويد وروير وناكسن إري وناكسن وصدقاء ذلك خير كفرة حماها كريبة أما كفر حيو شيء أم بينه كفر حيا أما هذا وردي أو إلهي حصة الله وين حصة أنت وحقوك أنا يبدأ أعمى شران ستوس عندك خيثمة وقا قادني أعمى شوذر كيسين ستوس أيو خيثمة حدثك وقا قادني هنا وام حي أعمى شوذر لي بين شيخ خيثمة يو بينه عمر مرة الأمداني بكسو كردي مركو حاوي رواية هروا من باب رواية دمار من باب المتصل في المزيد في متصل أسانيده مرنا خيثما واسد أمرا أعمش مرنا تصبق قاطي وارو تصبق قاطي واسد أمري تري واقد دمار شيخي أيها الوين بضنطي وين بضنطي هو شو أدبي ونحدة نعنى سكربة وقال إسحاق وحول أسوق رواية إذا الشيوخ بسكسوا عطفي قال الأعمش عن عمر مرة عن خيثما محكربة إسحاق رواية أسوق حديثك عن عنه كوريو أنت أصلاً ربنا مسلم يكوشه حدثني بطوم برتنزوما إسحام نراهو يا مركان حديث كقادني أسوق عيدي عين أعمش عن عمد مرة عن خيثمة عن عدي سيدا سكور أنت أصلاً ربنا يكوشه طيب وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد خازم الضرير عن أعمش سليمان عن عمد مرة الهمداني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال عدي وحوي صحابه ذكر رسول الله النار رسول كي النار بكشكي نار بشكي فأعرض نار تبو نبي كجيت سدي وجي سيوانا كسنا بو نبي ضبي وأشاح ونكف قال وجي ضرب كما كان روح سيدا كتل هذا كجيت ستا أشاح هذا الليل هذا أشاح الله معنى اللغة كنت ماذا جد في الشيء إن هذا الشيء كد ذا شؤ ددال إراء كب حسن والله استعمال أمرنا وحوي إعراض كي كجيت سيقوي وكوّج اللابي نفورك قدد بي رمك قدد بي بعد أن ينسوا فأعرض نارتب كجس وأشاح في العراق
جيثي ونبي كحل إرادو ساس وقلقنتي سؤل لحشو. ثم قال وحيلي اتقوا النار النار تسك إلالية ونار تسك الشراء مسلمين. ثم أعرض نبي قواتي سدو وأشاحة جيثي إيو اسم شيركي ونبي كحل إرادي حتى ظننا إلى أن ملايني أنه صوبانه كأنما إلى المودو ينظرون إيغي إليها نارتي دب أقول له يا مرك الله جاهر كيان دوتشي غضب واتكسي جيسون واتكعرر النبي قد دبك بو أركي النارت وأركاي إلى أن مودني النبي قد جيس ذي لان صحابته. ثم قال وحيو صوبانه اتقوا النار والنار اسكتشرا اسك إلى لي ولو بشق تمرة تمر شي حد بأتك إلى لسان لا تكاك دكتاني. فمن لم يجد قف كان هيلين تمر شي حد فبكلمة طيبة فبكلمة طيبة كلمة وانا أكسن قرآن كل الله دل دلو ومانك تمجز آخر ذو وصدح بريبا لما يسو بقول شنو صدق يستاكا خير بدن مكا نارتا لقاها الله مكا نارتا وحكا حج لقاها الله يا مسلمين طبعاً حاردا مكا لجو. إذن ما هي قرآن حسوق لي كلمات كطيب كابو كمدي وردقي أذكارتي حولها كلمات كطيب كاوي كلمات كطيب كان النار إسكي أنت وحكوه الرئية شق تمراكوه الرئية أو شاءوك هذا ها وخير وخير هذا هو يمد طلابه يقود بهاي صادق محايا إلي نعفي قاد بحين يسويحي صدقاء مسلمين تضوح تريسا برشد بعد عاون يسا وإن نسكن ولانينا وإن شورس يسحن بارشوي لكن تصبح ما شاء الله فضيلة جلاتها دلدل يسي القرآن كان وهو الذي يكون ومضنا أنك وحترى أي أخير بغن خيركم أنفعكم للناس. ولم يذكر موسى شيء أبو كريم موسى شيء كأنما أنت إلا لبشق يا رسول الله أبو كريم أبو بكر رسول الله ولم يذكر أبو بكر شيء موسى شيء أبو كريم عفوا حم على موسى شيء كأنما وقال أبو كريم حولي بعدك وقدرا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمى سيدا سوكو وريي بالتحديث والإخبار ماشى ويذكروا عن عنك قاتك عفوا حديثك يقول تبي عنده وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال لبدا إمام ومشيوخ الجماعة حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج عن عمرو بن مرة ابن عبد الله الهمداني عن خيثمة ابن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار نبي النار تكشكي أو شيري فتعوذ منها إلهي بكم قنقل نار تمكن نبي شيري إلهي نكبت باديه أيو كم قنقل إنه نبي نبرها يا أو شيء أيضا أضمن ما هو موجنا يا وأشاح نبي حل لحي بوجه وجه يسيبه ضطبي ثلاثا مرارا صدح جرب نوجه ضطبي والنار تي هرتي سكم وقت وكضطبي. ثم قال وحول مركز الدحاء مركز العد قداشي اتقوا النار النار اسك دورة اسك تشرة اسك إلالية ولو بشق تمرة تمرشي حد باتك حجسان فإن لم تجدوا هذا إذن هيلين شق التمرة إيا وحي الله بحذان وغاية اللغتش داية فبكلمة طيبة ورواناك سن اسك حجية ووناك يا خيرك كد دالة عربك إن وراك برا. حدثني محمد المثنى العنزي محمد مثنى أبو موسى البصري العنزي عفوا أخبرنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج عن عون ابن أبي جحيفة أبو جحيفة وينقى صومر وهب بن عبد الله السوائي بن الله عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي جرير بن عبد الله البجلي منذر بن جرير وروى عنه الجماعة وحن كأهين وحن كأهين بخاري وحن بخاري كأهين مسلم نسائي أبو داود بن ماجه هي ترمذي ترمذي أساق مرق ورني حديث كان عن ابن لجرير عن ابن لجرير عن أبيه بكوريا مركز وحوشة قذالك وشة تعليقة حديث كان إلا قوري من عن عبيد الله ابن جرير وعن المنذر ابن جرير ولا منذر كسوهر مريي منذر كأوسوهر مريي مركو شيقي سنة سنة ابن أوجيري أي فاضة كلام مسلم إيوه أبو داود النسائي ابن باجب عدي إنه منذر إيوه مرك رق واحد بخاري كاهين منذر حدك وكور يا بلا أوران كراه حافنا حاجة سو حلو ومقبول لين كان منذر من جريرة الراوي عن أبيه جرير عبد الله البجلي وحلو ومقبول من الثالثة يعني من كبار التابعين وي وأنا مقبول بمعنى لي الحديث ما لم يتابع وأنا ورا لقوه الرينين لم يقول أحد قبله ولا بعده حافنا حاجة ورك أسقى جيب كي سوي وأنا اجتهاد خلدا
نين طبقنا ضعها هي ومسلم وحجيساني وغرق تاني نسائر وحجيستي مع تشدد في الرجال أبو داود ترمذي حديثك أصحي وتحسيني ابن حبان يا أخونا زمان أصحيحيه وحجر حين تشيرين إلا إذا هو ضعيف وحقوقه ولا سعوني وكذلك ابن حبان وحكوش ثقات كيس إذن مع أنه يروي عن أبيه ومن كبار التابعين احتج به مسلم وغيره وحجر حين منشر وضعيف ما لم يتابع صح ماه سأدرت ذهبي إن بضم بايدين شيئين وكقف عيا رجال الستة حافظك وكقف عيا كاش بحور ثقة تنبر ذهبي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ثم قرأ نيزان وحور ثقة ذهبي باصحنا عبد الله ذهبي قد يضع مركا سأقوم برارو عن أبي قال وحور صحابي الجريم عبد الله البجلي كنا عند رسول الله رسول كلاهي أكتسى النجوغني في صدر النهار مالك هورانتيس أول النهار نصوري بالنبي ما لفديني قال حول السحابي فجاء وحاويمت قوم قل يا أويمت حفاة كبلا عقعت جمع حاف عرات قاقاور درلا جمع عار مجتاب النمار قويد للعصد النمار وجمع نمر وشملطة شملطة قوان هذا قل يا مصيد وحدان سميدارك قوم بالرمه وأوين له أيا ليه النمار تلا إذا ذا قوم مركز كهستان مركز أنت دحرك الدول اللي ين بي قيبنا حق هراء كسيد دين قيبنا حق دم بوي درك دكان أيه هريرة هنا وكتولين أحكام ما هستان قميص بك دكان أيه مجتابي والاجتياب والقطع ثيابه قطع الثوب وثم دلنا جابوا الصخرة بالواد وحي للجويا لاجتيابك مجتاب النمار قويها دولي شدوك قوستا انتين ملح كقويين بي ملح تحق الليان ويدلعين ايان شار بي كدقان ايان او العبائي اما بستئي وقو بي كدقتين وي عبائينا والي هذا هوين كادو وي استمع عبائي باشا نسمع يرك مردا وين لدح قالو ايا عبائي اللي هذا العبائي العبائي واسكم معنا واللهجتان فقط مجتاب اما بستيال بي قوستين ويكدقتين ار وي ملح قشدين أما شملط يجو أن عادي جاي نحن ذيك الدوليين بي كرك كشده متقلدي السيوف سيف جين قارسن قل رمية أو أن عق عق عضو مسلمين أو أردا أو لكن هو بكودي وتو سيفي سو جين قارسن ذي أي حلي نصرة النبي جا مشو تجوي يمد مساد كي يمد عامتهم إذا الكود أما بدن كود أكثرهم أي معظمهم بالغ وده من مضارع قويس كارهم مضربة هاين عربيت بل كلهم وإضراب للمبالغة في بيان أن أكثرهم إني هاين كارهم مضر بل كلهم إذا الكذب حين من مضارع هاين ويؤبض ناين باللوجة لسيح وجنية مركو أرك المسلمين تدبنا إيه أرردنا إيه كبار إيه عقها عدا إيه حق النجيري قارس سيفوه النبي صوت اللوبتي فتمعر وحايس بدلي أوجدوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة نبيك بأس بدلي حنون صنوا أحد حريص بطن بؤاء رحيم فتمعر وحائس بدلي ودور صومي وجه رسول الله رسولك وجه يسيب دور صومي لما رأى لأجل ما رأى وحارك درت ومن الفاقة بهم وحيو كأركي وباهدة معلوشة فدخل النبي مسادك قرق يسيبه قلي إنه حكيه له ثم خرج وصوبحي وحفي عنا كمهل ثم أمر بلالا بلب فري إنه آدم فأذن وآدمي وأقام صلاته وأقيمي فصلى بهم مسلمين تبوا تجسلا دهربا ولا جاريوي ثم خطب مسلمين تبوا خطبه الله الله فقال في خطبته النبي وحوري يا أيها الناس اقتباس من قوله تعالى يا أيها الناس ضلوا اتقوا ربكم ربي كعب الصدى الذي خلقكم من نفس واحدة الله إذن كأبوري هل نفع آدم إذن ككياني وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلى آخر الآية إلى آخر الآية يعني مناسبة ونبي قلت توقنوا يواركتان من نفس واحدة لمن كان مسلمين تردبان إعقاها عد إكبال آنتا إعقا قاوين إعردان إعردبان يأذنكو هل أضيبان القدر عليهم حنا بيقول جيدو اسكو آباتي من نفس واحدة كدبنا وحاكو جيدة آيات واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إلهي وإذين جيدايه وحكم النبي وآخريه والآية التي في الحشر سورة الحشر آيات دي كتيرتي وآخريه اتقوا الله إلهي كعب صدا يا أيها الأمر اتقوا الله ولتنظر ها إيكتو نفس النفس ما قدمت لغد بالروح أهر مرسطها فيرسو هذا تاقن تجارة جيستاي قفل بها كفي كرو أو شخص بها كفي كرو هدوكتو وحو هر مرسطي وإنما يوم ما أنت حاجة تاقن يدبك تاقن وحاد إلهي أكتسا ديغان الله هيدين كفير صدو مناسبة آيات النبي ممكن صدو واتقوا إلهنا كعب صدو نبي مكذب حيري تصدق رجل وخبر بمعنى الأمر خبر بمعنى تصدق رجل ننبا صدق يستين من ديناه شيرين كيسي وحكبح شيء ذهب كيسي من درهمه هكبح يو نوالبا ننك الدهب هايسي ذهب وحكبح يو من درهمه ننك فضاها هايسي درهم كيسي وحكبح يو من ثوبه دار نك يلي كرا ولوبه يا حكب حيو من صاع بره سوسكيس بركا وحكديبو من صاع تمره سوسكيس تمرتا وحكب حيو ني ولبا و خو هيلي كرا وحكديبو نينك دار هيلي كرا نينك دوري هيلي كرا نينك لعق وحكب حين كرا حتى قال له نبي يقولي ولو بشق تمره تمر شي حد بالله كدغي و خون بحشا قال وحول السحابي فجاء رجل من الانصار من انصار ابو حليم بسرة بليمت عن طوب بليمت أما قرير دي قندير بليمت كادت كفه صعب كيسوس جاي تعجز عنها إن يقاد ويده حو عن طوبة أي سوق علي للمسلم وأنصاري ويقعميس أي قاد لا يبوح دافطي بل قد عجزت ويقاد ويده يعني وكرر يركو صنبوها ويصعب يركو صنبوها والراشين قال وحول سحابي ثم تتابع الناس سحابي وحسو عن توبي حقوق راشينا حقوق تمرة حقوق قمديئة وكان ماشي صور دي تذكي بقى ازدبقى نول بحويل كري تذكي بقى ازدبقى لو اسرع حتى رأيت الان اركيبو لسحابي كومين لبكرر كومين لبكرر بان اركيبو ومن طعام من راشين ايو وثياب من درأة ننك درسوه لي ننشار كينا ننقميس كينا نين كباكين وحي كبير دار حقا سالو توري وحي راشين اسكو ميل بالا ديغي ايشن كرور وين باكا صباح هلكن كرور وين باكا يمين حتى رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنه مذهبة هذا نبي مركي ورور دبك وجري محوم سمي وجه سوا اسبتلي مركي مسلمين تو وحدايقين وقرمدين وراه نحريستين نبي وافرحي وجه سبار نوري حتى رأيت لا أركيب يهوش سعوتي وجه رسول وجه إله يتهلل برقه يفه نوره كأنه أدمده مذهبة في الذهب لمريي مذهبة في الضوء ذهب لمريوي في الضوء ماك بيد ذهب لمري يود على الكروشة مدهنة ولا دا أخريو راشنان يصبغ يهلك على هذه مايا وحلوجي هذا مذهبة هذا صحيح أدمده بيد ذهب وجه سين لمري نبي وجهه إفهاي أي أسي إفهو وافر حي نبي سيدا صار روح مسلم كاللوية قانا إن لبك مسلمين ترى وقضا قضو أو لبتو ونا قدن وكو فرحو فقال رسول الله رسول الله وحو يولي مركو هالكا مرة هايو هاوش هالكا مرة يسو مسلمين تأي قرمدين من سنة أي من عامل سنة هنا وعامل اخترع ما من سنة روحي جديا يقول نقمة في الإسلام إسلام قديه سنة حسنة ودون أكسن قادة ننك المسلمين ودون أكسن أقادة وددوا إنه ونأكسن يعني حنطة إنه شرعي قال لقوه قاني ودون أكسنين أون لقود نقمين بل أمضوا أب الله وضي مسلمين ميل دقن باتر والمسايدة عن صماي سنة مسجد بل أب يضب الله وسنة حسنة لباتة تيميد وحاور مسلمين تنقر منه شرين كوه رياب بحسي سنة بلو قيمة بلو وعلى الله يا شيء دين تنو أمانتي أن لقول رقم من أما أن لبل أن ولي لفلني نك أمضى أهر سيدة إما وحن دين بقاين وشريع كهلن نك بالله تابع عو فله نك أمض مسلمين تعمل كوب بالله بأجر هاجر كذي بقى هذا سنة أجر بكيه ليا إلا سقى بالله بقى وعمل كيسي وأجر من عمل بها بعد وذلك كل رقم أساء كل ضيدا أجر كذي بقى ليا أجر لم يدم حي لي وتصي ودالي مرة وفاعل مرة ودالي مرة سقى السمية وقول بالله بي ضد كان وتصي
من غير أن ينقص يقول لقد دمينين وسأسك دمينين من أجورهم أجر كذا كذا كل قمية راعية سوا كذا إذا شيء وحبا لقد دمين من غير أن ينقص شيء من أجورهم أجر كذا حس كذا ما يوم ومن سن الروح باللعبة في الإسلام قال إسلام قديس سنة سيئة وضحهم باللعبة شرع الوحي كارب تؤدي دي يا ذو مضوهر سيطيب ولا قاعد ضيع سيدي قابي دي جوال حرم حق الرضا أسقى باللعبة إذن مع سيدي ومد نك أهر سيدا أصلاً سوسو كلو سنة وضاء سيئة حن كان عليه وزرها سمينتو سمين دم ببلغ قرية ووزر من عمل بها من بعدي دلاشيتك قد يدي أسقى قد يدم بقولي بلغ قرية دم بقى هلا من لا من الله قرية من غير أي انقصاء سوى نسكدي مينين شيء شيء من أو زاريم دروب تدعيه وعيلا هايين وحسكدي من مجر أصونا والوقتن بلين كيزي إيه كودو كل مدى الله ساري لانا وأمير شربه قامية كالنقضي وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حمال بن أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال جميع سوى جر وحويد هذه حدثنا شعب بن حجاج حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر ابن جرير البجلي عن أبي جرير قال كنا عند رسول الله رسول كلام أن أكتشوني صدر النهار مالك حبت كسور لابت سور يعني أول ك نسور اللوجي ذا فذكر وحوش وذات كان ضم بمثل حديث ابن جعفري يا شيخي معاذ ابن معاذ العنبري زمانك شيخي وهران شعبة حديثك وحكى سوقاتي محمد وجعفر غندر بحكى سوقاتي مرق غندر وحامو طابعي معاذ بن معاذ العنبري كلاهما عن شعبة فذلك بمثل حديث ابن جعفر محمد بن جعفر غندر حديثك سوقاته الشيخي ولكن معاذ وفي حديث ابن معاذ معاذ بن معاذ العنبري وحكى جرى حديثك يسا من الزيادة زيادة حكى إذا قال وحوي ثم صلى الظهر ثم خطب انتصر بينه وكفى إليه وحدي كنت تكسب وقتي كيورو حكوا جل صلاة بلا أذامي والله قيمي نبي قوات كذبوا خد صلاة اللي مش يجي هل كان يقولش يجي ثم صلى الظهر ظهركم النبي قلت كذي ثم خطب وما تبي أخذ به حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري فضيل حسين الجحدري ومحمد عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي قالوا جماعة ذاس وشيوخ مسلم غير كيبة حدثنا أبو عوانة توضع من عبد الله الأشكري عن عبد الملك بن عمر اللخمي هذا بحوره مسلم كوكيانو نينك منذرة لابد تابعه وأوين بحديك كقاضاني نينك كوبات وعون ابن أبي جحيفة نينك لابد نواع عبد الملك بن عمر اللخمي عن المنذر عن جرير ابن منذر بن جرير عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي نبي كان أكفر دي مالي مال ما كمذا فأتاه قوم قل يا نبي أوي من المساكين ومسلمين مجتاب النمار قو يا لحظة كدولا شذي وساقوا وحيك حيين يعني جماعة هذا أين مرينا عبيد الله يا أبو كامل يا محمد ابن أبي الشوارب الحديث حديث حيين بقصة مع قصتي قصة أطمرتنا ليلة صغواتها وفيه وحديثه كجرة فصلى الظهر ظهر النبي قلت كذي ثم صعد منبرا صغيرا منبر يربو النبي وكري فحمد الله إلهي بو أماني وأثنى عليه إلهي أمانتي سبو النبي الركادي وكعل علي أموا ديري ثم قال وحول أما بعد أنت كذب فإن الله أنزل في كتابه إلهي كتاب سوحي كسو الدجيي قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الآيات أيضا هذا ثم ريسي وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمى سليمان بن مهران عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنساري وأبي الضحى مسلم الصبيح بالله مقعيس لأقوم عام حكوية هاي كن يديس وابي الضحى مسلم بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي هذا محور رباين مسلم منه كذا هذا منذر ولا متابعينه وحديثه كل جابيه كما قاضن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جابر بن عبد الله البجلي قال وحول الصحابي قاس جاء ناس من العرب روايه وحي كرديس عبد الرحمن ان رمي هاي ان رمي هاي هاي باديه كي ما دون بلد كاي سن بلد كاي جاء ناس من العرب رمي ايبت إلى رسول رسولك أبي مادين عليهم الصوف أيه وقبة نار دغور لجسمه يصوف دغورته إذا يحل لجسمه يصوف ليد هذا
goyaasha ay dhaxa ka duleeshadeen waa suuf waba ka sii liitaa haddii suufku dharkiisu markuu kugu qoyo waa urahayaa wuu ku xaganayaa waa dhib badan yahay dharka laga tolo cudbiga ayaa wanaagsan ama qudniga laga sameeyey faraa nabigu wuxuu arkay su'a xaalihim xaalkooda siduu u liito inay aada u dhiban yihiin baahan yihiin aradan yihiin cagacad yihiin buu nabigu arkay qad asaabad waay asiibtay ku dhacday xaajatun baahiya macaluul fadakara wuxuu sheegay zuhayr زهير بو حشيقية وشيخ يسيا بمعنى حديثهم جماعة هورا حديث كي شيقين وكلي وذا دي هورا جماعة حديث كي شيقين حديث لميدة حقا معانها يو شيقين حديث كاني طرق دور ولي طريقة أغفي عن وطريقة مسموه دورتي صار دي ابن أبي حاتم أبي أبو حاتم الرازة مركو ويدي رواية ورجحي إلى الكيسة كون سقال بغور سقاشن يا أفر حديث كان مركو حكوت الماما يا مسلمين تا ninka wado wanaagsan u qaada ajirka uu leeyahay intuu leegyahay ajirka uu leeyahay adiga wado wanaagsan baad u samaysay khayr baad u horseeday sadaqad u horseeday salaad baad u horseeday in la isku xidhnaado waa la ahaado masaajidka la camiro masaakiinta wax la taro kitaabka ilaahay loo nusreeyo xaqa la isu sheego shay wanaagsan oo diinkeenna ku ammaanan haddaad ummadda u horseedo ajirkii horseedida iyo dadka kugu dayda ajirkooda baad helaysa صدرت نبي محمد إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة أجر كهول أنت اللي توحيد الدين كيدين هرسي الزوما وإذا مسلم هذا كتاب كيس كون يدور بقول صنوك هريا الله لقفة إذا سنيا خير كاس ومد كهلا هي شيء وناكسن راد وناكسن أستان وناكسن إنك كتاقا أجر كيس وحل قياسي كرما مدحو إنك كتاقا أساقا إسيقانا ماشو قدام بيني حديث كان مركو تعليقي انه انت وهاي قرا عاي يا وحوري حديث كان وحو خصيصه هيا حديث كي كل بدعه ضلاله كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وخصا يا وخطا لا يخصص عام كان وعام محفوظ اصول كي قواعد كدل ايغو امام كفنه غو يقان لكن مر بك اصبحي والرجل قد يخالف اصوله احيانا للخطا ابو نو ابن تيمي شافعي بوسوش مرك على الخلافه بنادم باسكتا وخر ما حسن مرك قاركو استحضار يدين اسكغه بان يا هو شاطو فيرين لها حديد كان حديد كان ما خصيصا هيو نبي وحوري وح والبو دينك لو سو دريو من عمل في امرنا هذا ما ليس منه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد سيلو خصيص شيء قد دين تنا كمبيد يا بدعوا ما هذا سكمبيد هينا وها بدع سهل مرك الله خاص تخزح حقك يا مني إن أحدك فأنت بس وقار بعديك ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبدع مرك حيوقاتين وولدوه كهوس بحدي سنة راس سنة والله من بين نقطة سنة اخترع ما لم يسبق إليه شيء أن هرتال الله سمين أون لا إسفرين أون لسو شيء أدو إن أما مدو أن كدو أن أكتو أو تسميسو بحال سنة والا يدا سنة وحاك والا يدا شيء لغو أمري أون لسو شيء إن أدو بلو دو فلنتيسة أد بلو سادة المركة حديث كمري واني يدي من سنة هنا ومن عاملة عاملة كمتاي يا إلا معنا تواني سويري مركا هدي اخترع الليلة والسندة اخترع خفة سرتان قال لي ما هو يبا قال لي ما يبنى قنيس مدينة دين كناه نينك بالله أمانا من سنة هذا كوادان هو النبي كشيدين أن إله كشيدين أن كتاب كشيدين أن نينك بالله ها وأمانة هاي هذا ما بدع ما بجرام بدي بدع الله ما أنا باش أن أم الله مشورة كاو شرعوا أن كدقنا باش يعني هو خلط اخترعه ثم معايا لي الأدلة عايسة يدل عايسة بدعة الأدلة الواردة في ذم البدعة وأدلة قطعية أدلة قطعية حديث كان قال لي أحب خصيصها هي الدلالة دي زنا أسوق ودليل ذنّي من حيث الثبوت
من حيث ما كيسكي لو فيري اون لا ايين انو يحي احد الصحيحين مما تلقته ان لا فيرني هدي لي من حيث الثبوت وقطع الايدادان من حيث الدلاله اي ظني هاي ولا تعارض بين قطعي وذني اجماعا الدلاله كسورت ذم البدع وحان وقطعيه دلاله وثبوتا حديث كان مركو أبداً يهي هي وقطعي ثبوتي ذني الدلالة مركاد نوي ولادة وخصيصة هيانا شرط التخصيص وحاوي التعارض بين التعارض بين اللفظ الدليل العام والدليل الخاص مركاد سنكلا شرينا وإن تعارض له شرط التخصيص والتعارض تخصيص كشرط يجوز وإن أيكم وقطو إن يسكور من أيان لابد أن دليل كدبنا أن كلا شرّه أنت وين أن دينه كنا أن رادو ماشنا تقولي كطهاي تعارضنا شرّ دقة تعارضنا قرمي مادة بين ظنيين بوي مادة إما يمادو بين قطعي وظني مرك كيف يخصص حديثك شرط التخصيص هو التعارض ولا تعارض بين قطعي وظني إن هذه فانتين بنو ملايني معنا نجيب انت وحادر السنه هنا سنه لغا له من سنه سنه الليل ما سنه مخترعه مسوا سنه متبعه وسنه متبعه لان السنه المخترعه وسنه مبتدعه وبدع نبي حكى الله شان وانجدي الدين امضى انك هورسد دقنكده او بلابه كتاب ربي انات كدقنت وادي دين نينك انتم محكمه افرو عيدن ودياريه كتابك حكومه يدين يادو سن دوله كو حكم سيمحان لين هاي من سن سنه حسنه اذا تاسا لغا هليا السنه هنا وسنه متبعه لا سنه مبتدع مخترع ما معناها الاستنان هنا وحا لغا ودا العمل والاتباع لغا ما ودو الاختراع والابتداع انت نو فانسين لكن ملك الا ادي مركا سحولي بدعه وحين نقطه شنو واجبه يمندوب وحبه كما جران البدعه هذه بدعه شرعيه لا تكون الا محرمه الا محرمه لكن ودو حسكو خاصه المصالح المرسله ايو هي بدعه اسكو خلدان هو شنو وحافهي اسغا وداده اسكو مبدا يهينو ابو اسحاق الشاطبي اللي يرادو في الاعتصام بكو شرحي waxa uu noosho inuu baatil yahay oo wadaadka ugu soo horeeyay sheekhi si ay cizi wuxuu sheegay baatil yahay ayuu awood u sheegtay awood usuli u sheegtay ash-shatibiyya an-nahawiyya al-usuliyya wadaadki qariya kama allah ay muqriya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam